كيفك محمد؟ شو أخبارك؟ أنا اليوم كنت أحكي أنا وعلي بخصوص بيت أحلامه وحابب يكون قريب لبيت جدته القديم، فخبرته إنه فينا نشوف تفاصيل البيت عن طريق الـ VR. قلت له خلينا نيجي لعندك، خبرنا أكثر عن الموضوع. صح، فكرة اللي أنت حابب تشوف هاي العاطفة نسميها القديمة، إحنا بنقدر نحقق لك إياها، حتى لو كان أنت عندك عبارة عن صور معينة للفراغ للبيت، صور قديمة موجودة عندك، إحنا مكانا من هاي نبني البيت كامل تماماً زي التفاصيل أنت كنت تشوفها وأنت صغير في بيت جدك. حتى لو عندك أي لوحة أي شيء حاب تشوفها للفراغ، إحنا نقدر نضيفه وتعيش اللحظات نفسها اللي كانت زمان تعيشها في الواقع والآن في حجمها الحقيقي كأنها مبنية أمامك. صراحة يا روان، الحين بعد التطور والتكنولوجيا يعني الواحد قام يقدر يشوف كل شيء، وأنا مثل ما قالت روان أبغى أشوف لمسة الآباء والأجداد في بيت أحلامي. لكن السؤال الحين اللي حيرني، كم البروسيس اللي راح ياخذ معي؟ يعني من بداية تخطيط ولا وقت التأثيث ولا وقت الديكور؟ متى؟ كيف؟ طبعاً هلأ أنت إذا بدك تبلش في البروسيس إنك أنت تصمم البيت تبعك تشوفه بالطريقة هاي، العملية هاي بتاخد دايماً من شهر لشهر ونص في البروسيس كامل. يعني نحكي إنك أنت تصمم البيت كامل بلس الاكسبيرينس انت فعليا راح تمشي داخله في تقنيه الواقع الافتراضي. يعني هي البروسيس مش كله للتصميم ولا كله للفي ار، هم مع بعض تقريبا بتاخذ عين. انا كيف راح اعيش التجربه؟ كيف راح احس اني انا الحين في بيت احلامي؟ انا روان جابتني اليوم عشان اعيش هذه التجربه. احنا عم نقدم التجربه اللي احنا حكينا لك عنها هاي بتتم عن طريق تقنيه الواقع الافتراضي، عن طريق جهاز او كود احنا ممكن نسميها، احنا بنلبسها. بمجرد ما اني انا البس هالخوذه بتحول المكان اللي حوالي لفراغ اللي انا بنيت لك اياه انك تمشي داخله وتشوف هاي الاكسبيرينس، انك انت تكون داخل بيتك. فهو الجهاز نفسه راح يقرا لك حواليك، يغير 360 درجه حواليك بالفراغ اللي احنا بنينا لك اياه اللي هو البيت الشبيه مثلا في بيت جدك، انك تمشي فيه وتشوف التفاصيل كلها. محمد، هاي التجربه قد بتاخذ وقت؟ هاي التجربة بتاخذ من دقيقتين لأربع دقائق. التجربة هون داخل المكتب عندنا على أساس إحنا نجهز الديفايس ونعلمك شوي هيك زي ترينينج بسيط للموضوع إن إحنا كيف نستخدمها، بعدين أنت تبلش تمشي داخل المشروع. أنت قلت لي من دقيقتين لأربع دقائق، يعني معقولة دقيقتين لأربع دقائق أنا بشوف بيتي كامل؟ قد ما أنت متحمس راح تخلصها بدقيقة واحدة. والمساحة لازم تكون مساحة كبيرة ولا وأنا واقف مكاني بمشي؟ لا هلأ المساحة فينا إحنا بالتقنية نفسها عندك حيكون في بين إيديك ديفايس، أنت من هذا الديفايس راح تقدر تختار إنك أنت تقفز لأي نقطة بدك إياها في المكان. لو المساحة عندنا أكبر إحنا قابلين نعمل نفس التقنية هاي إنك أنت تمشي فعلياً بأرجلك في المكان كامل بنفسي، يعني مجرد انت حركتك في الواقع هون بالداخل عم تترجم بنفس الطريقة. طيب ولو حاب علي يغير شيء بالبيت، هل هذا الموضوع سهل ولا صعب؟ أنا بغيرك. اسمح لي علي، ممكن يغير أي شيء هلأ؟ غير زي ما بدك، إنه برضو التقنية هاي إحنا عم نبرمجها بطريقة معينة، إنه إحنا مثلا انت دخلت جوا البيت هذا ما عجبك لون الجدار هذا، ما عجبك البلاط اللي داخل الحمام مثلا، فأنت ممكن تضغط عليه، مجرد الضغط عليه راح يتغير لعده اوبشنز انت بالحال، لانه احنا عم نشتغل في تصميم البيت هذا معك من البدايه للنهايه، فانت مجرد ما تبلش في الاكسبيرينس راح تكون انت شايف امامك الفراغ، فما راح يكون عندك حركه خارج نطاق الفراغ داخل البيت. هلا في تقنيه القفز اللي انت تقفز فيها بالداخل مكان لمكان، هاي راح تسهل عليك انك انت ما تتحرك، واذا تحركت اضطريت او مرات واحد بيتحرك لا اراديا داخل الاكسبيرينس هاي، داخل نفس الاكسبيرينس نفس التجربه راح تشوف انت في زي جدار افتراضي بنسميه، هذا الجدار انت مجرد ما انك تقرب عليه راح يعطيك انه انت قربت على الجدار، لانه فعليا بنكون ماخذين فراغ الغرفه عن الشغل. طيب يا محمد، بالنسبه للتفاصيل زي المعدات، الالوان، المواد المستخدمه، هل بتكون موجوده فعلا على ارض الواقع ولا بتكون افتراضيه؟ طبعا هاي المواد لازم تكون موجوده عندنا بالسوق على اساس بعد ما نخلص التصميم هذا يقدر العميل ينفذ المشروع كما هو تماما زي ما شافوا. هاي اهم نقطه في المصداقيه بين العميل وبين شركه التصميم بشكل عام. سؤال، هل هذا الشيء مكلف غالي؟ تقنيه الواقع الافتراضي احنا نقدمها مجانا من ضمن خدماتنا للتصميم الداخلي. طبعا التقنيه هاي موجوده في اكثر من مجال في البلد هون وفي العالم بشكل عام. الناس كثير عم تعرفها في مجال الالعاب، الناس كثير عم تعرفها في مجال البرمجه، بس من جديد احنا دخلنا في موضوع التصميم الداخلي عن طريق هاي التقنيه. بقدر احكي لك انه نسبة قليلة من الناس بتعرف كيف احنا عم نفعل هاي التقنية في التصميم الداخلي. في ناس جرباتها في الالعاب فلما
لما انت بس نتيجه تحكيهم عن هاي التقنيه بيعرفوا لك انا جربتها، بتخيل تماما راح تكون تجربته في بيته. بس الطريقه الاساسيه والطريقه الافضل ان الواحد يعرف هاي التقنيه كيف تشتغل لازم يجربها في الجهاز او الخوذ اللي حكينا عنها اول شيء. اما بالنسبه للفرق بين ال 3D وال VR بشكل عام، ال 3D دائما بيتم عرضه للعميل او شركه التصميم بتقدمه للعميل عن طريق الصور، وهو انت فعليا بتشوف الصوره للزاويه هاي الموجوده في بيتك او بشوف الارضيه هاي كصوره. الفرق انه ال VR انت فعليا بتمشي داخل الفراغ بتشوف كامل زوايا البيت، بتعيش فعليا داخل البيت وبتشوف علاقه الجدران مع بعض. بدل ما ناخذ صوره للزاويه هاي او صوره للزاويه هاي، انا فعليا بشوف بيتي متناسق تصميمي من كل الجهات مع بعض. وهي طبعا كشغل تاخذ وقت اكثر، تاخذ جهد اكثر على المصمم، بس كنتيجه انت بتضمن كصاحب بيت انك انت فعليا بيتك مصمم بكل الزوايا بطريقه صح. واحده من الاشياء اللي كثير اساسيه بنسمعها دائما من الناس اللي عم تشتغل تصميم داخلي، انه دائما لما يشوف الصوره كصوره كتقنيه، انا اعطيك تصميم بيتك عن طريق الصور، بيكتشفوا انه هاي الصوره دائما في التصميم مختلفه حجما عن حجمها في الواقع. يعني فعليا ممكن تكون الغرفه اصغر، ممكن تكون الغرفه اكبر، في اختلاف انه دائما الصوره الواحده ما راح تعطيك البعد وال الشيب الصحيح. بالضبط الشيب الصحيح للمكان. فاحنا تقنيه الفي ار بالمقابل هي بتضع المستخدم في وسط الفراغ، السقف بيكون فوق والجدران يمين ويسار وحوالي، تكون الأرضية كمان أنا كمان واقف عليها في وسطها، فبصير الحركة عندي كأني أنا موجود داخل فراغ بحجم الحقيقي 100%. بعد هالكلام كله يعني أنا صراحة روان الحين متحمس أبغى أجرب، بس أنا كلام خلوني أجرب. جربوا بس علي، خلينا نجرب.